عيدكم مبارك، وكل عام وشعب الجزائري بألف 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 خير وبصحة وعافية إن شاء الله. نقدم تحياتي لعائلة قادي وعائلة بوخاني وخالتي في ورقلة وفي تقرت، ونقول لهم كل عام انتم بخير ان شاء الله، ونشكر قناه الشروق. صح، عيدكم عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا مهنيين. وهني الشعب الجزائري باكمله، الصحراء والغرب والشرق والشمال، وكل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه وبارك الله فيكم. ان شاء الله الامه الاسلاميه كامل بخير، والشعب الجزائري ان شاء الله يتهنى العام الجاي، وربي يرفد علينا الامراض هذه تاع هذه السنين اللي فاتوا، وصحة عيد الكامل الأمة الإسلامية، والسلام عليكم. أنا ضيفة هنا في تمنراس، صحة عيدكم لجميع الأمة الإسلامية. نقدم تحياتي لعائلة قاضية وعائلة أبو خلوة، يما ربي يخليها إن شاء الله، بنيتي نرمين ناس تقرت. تقدم باسم واسم جميع ساكنة ولاية تمنراس بعيد مبارك لكل الشعب الجزائري، لكل الأمة العربية عامة الأمة الإسلامية. يا الحمد لله، العيد في تمنراس هذا هو الأجواء ما شاء الله، شوف الدراري